رجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرتنا القوية ضربة حرة. زي ما قلنا في المناورة في بداية حلقتنا، النهاردة فقرتنا ضربة حرة هتكون عن مع ولا ضد مشاركة الأولاد في مشاكل الأب والأم، وهيكون معنا الصحفية صابرين حسن وهي مؤيدة للفكرة، والأستاذ المحامي كريم أبو اليزيد ومعارض للفكرة. احنا هنا أنا وأميرة الحكم بينهم بس. برحب بحضرتك، منورنا. ميرسي بزوجك، أهلا بيك. منورنا. أهلا بحضرتك. أنتوا تمام؟ هتتخانقوا؟ لا على حسب. احنا هنفصل. احنا هنفصل. طيب عايزين نبتدي. ابتدي بمين؟ نبتدي بحضرتك. ليديز فيرست. ليديز فيرست. ليه بتؤيدي فكره ان احنا نشارك ولادنا في مشاكلنا؟ طيب في البدايه انا برحب بيكم ومبسوطه ان انا موجوده معاكم النهارده. بصراحه الموضوع فعلا شيق وموضوع يعني موفق جدا في الحقيقه. يعني احنا بنتعرض لده في بيوتنا، يعني تقريبا اغلب الاسر، يعني تقريبا كل الاسر بتمر بازمات سواء اقتصاديه او اجتماعيه. مظبوط. او خلافات بين الزوجين، فاحنا اطفالنا طول الوقت معرضين لده. هو احنا اكيد عارفين ان الاطفال اصلا بطبيعتهم اذكياء جدا وبيلاحظوا وبيركزوا، فاوريدي هم هيعرفوا ايا كانت المشكله، هم هيحسوا بيها وهيعرفوا. لو انا ممهد ليهم كاب او كام ومعرفهم ان المشكله دي ايه اسبابها وايه الحلول الموجوده، وان احنا اسره واحده وان احنا لازم نتكاتف مع بعض ولازم نتحمل مع بعض، هيكون في درجه من الوعي. فده هيبعد عني شويه ان الطفل يتصدم لما يعرف المشكله. كمان هيخلي الطفل ده يشيل جزء معايا، يعني مش هفضل طول الوقت عندي ضغط ان الطفل ممكن يعرف او اني هعمل ايه او اني هداري او مثلا يكون في مشكله انا مش قادر ابينها او اوضحها عشان انا خايف من الطفل. لكن لو هو عنده علم وهو متفهم طبعا بطريقه طبعا يعني تناسب الاطفال، اكيد يعني مش هدخل. مش شايفه صابرين انه ده حمل زياده على طفل مفروض وقت الطفوله يبقى اهتماماته الحاجات اللي شايل مسؤوليتها هي المذاكره، اللعب، انه يتبسط، هنعلمه يتحمل المسؤوليه، ولكن مش ضروري ان احنا ندخله في مشاكل زي الجواز. هو ما يعرفش يعني ايه جواز لسه. لا، وفي حاجة تانية برضو صابرين قالت، احنا عايزين نفصل ما بين مشاكل الأب والأم، خلافاتهم الشخصية، وحضرتك تقولي المشاكل الاقتصادية ومشاكل ما لناش دعوة بالكلام ده، احنا تحديدا النهاردة بنتكلم عن مشاكل الأم والأب. فده رأيك. احنا هنرجع تاني لصابرين. بس نشوف كريم. أهلا. أنت شايف إيه كريم؟ لا طبعا ضد إن أدخل أي طفل صغير أو حد لحد سن ال 15 سنة أدخله في أي مشكلة تخص أب أو أم. ما ينفعش إن أحمله نفسيا أعباء. الطفل ما عندوش حل من غير 102، يا اما يبقى فيه نفور من البيت، يا اما ينحاز لاب او ام. ولو انحاز ده بالنسبه لي بقى نفسيا اكتر، يبقى فيه اضطهاد من الاب. اضطهاد حاليا اصلا في اي بيت، في بنت منحازه لباباها والولد منحاز لمامته، في مضايقات بسيطه ان انا احملهم واعرفهم ان في مشاكل او في خلافات ما بيني وبين ماما او ايا كان ايه هي الوضع. لا طبعا ضد ان الفكره دي تماما، انهم يشاركوا. بالعكس المفترض انهم ما يحسوش ان في مشكله. طالما ما عرفوش ان فيش مشكله بالفعل انها تتحل في اقل من يوم او يومين بالكثير، لكن عارف المشكله اللي في ذهنه دي مش هتتحل. الكبيره اللي هي الزوجه او الزوج هيعرفوا ان المشكله دي خلاص اتحلت واتنست، لكن كطفل صغير يستحيل انه ينسى موقف زي ده، او يشوف بابا بيهين مامته او مد ايد او اسلوب او رد فعل ايا كان، او بص بابا عمل منه ايه او ماما عملت ايه. ما ينفعش ان ادخل طفل صغير بعقله لحد سن ال 15 سنه انا اقول له ان في خلافات بيني وبين بابا، تعالى اشهد عليا. ما ينفعش اصلا طفل يشهد على باباه او مامته. حلو قوي اصلا كمان انت حددت السن، يعني انت بتقول من سن 15 سنه، ولو اضطرينا نقدر نشارك ولادنا نشاركهم بعد السن ده يكونوا فهموا. طب انا عايز اعرف منك يا صابرين، انت يعني تقدري تشاركي ولادك في المشاكل بتاعتك انت وزوجك مثلا من سن كام؟ شايفه ان عادي ممكن تشاركيهم؟ لا انا شايفه عادي ان في مشكله. انا هرد على حضرتك على الاستاذه. حضرتك كنت تكلمي ان هم يعني دي مش مسؤوليتهم وكده. لا انا شايفه ان ده هيخليه عنده وعي وعنده تحمل للمسؤوليه. انا مش هضغط عليه، انا مش هدخله طرف. اتفضلي. بس ازاي يعني طفل 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 لسه بينمو بكونينه شخصيته ونفسيته وكل حاجه، تدخليه ازاي في مشاكل؟ يعني هتستفيدي ايه من تدخل الطفل؟ هيفيدك انت شخصيا في ايه؟ انت عايزه تفيديه هو
هو لسه بينمو، هو لسه بيتربى. لا يعني انا مش هدخله، انا خايفه عليه من الصدمه. يعني في مشاكل اوريدي بتتعرف، في ازمات الطفل بيحس بيها، خاصه يعني في حاله الطلاق. لو انا وبابا اتطلقنا تمام، يعني هسيبه من غير ما افهمه، من غير ما اقول له، يعني مثلا خاصه في حالات المشاهير، الشخصيات العامه اللي اخبارهم موجوده طول الوقت في السوشيال ميديا. لو اطفال يعني، ومؤخرا شخصيه شهيره مرت بتجربه زي كده، لكن لان هي كانت بتتكلم مع اولادها وبتفهمهم رغم سنهم الصغير، قدرت ان هي تتخطى الازمه ده من غير ما نشوف يعني اولادها حصل لهم ازمه كبيره، او اولادها تعرضوا لصدمه. لو احنا خايفين عليهم نفسيا ان هم يعرفوا المشكله، لما انا اتكلم معاه، لما انا اعرفه، غير لما يعرف من بره، او حد يتكلم معاه، او حد يدخله من بره. كريم يرد ان كريم شايف ان دول بقوا اشخاص سويين. المشكله احنا بنتكلم عليها تحديدا، شايفه انه بقى شخص سوي، شايفه انها فيديو وتيك توك، وانها ظهرت من بنت مشاهير، او ده شايف انهم ممكن يبقوا في يوم من الايام واشخاص اسويه، شايف انهم هيقدروا يشاركوا او يقدروا يبنوا بيت فيما بعد؟ لا، انا اشاركهم في انشطتهم في حياتهم. انا عندي حالات بيجوا الزوج والزوجه مع بعض، متفقين على طلاق وعقد اتفاق، والاهل والاولاد ما يعرفوش، يعني اهاليهم ما يعرفوش انهم اتطلقوا. طب وفي حاله لما يعرفوا، يعني لما الطفل يعرف ان بابا ومامته في خلافات بينهم، او بابا ومامته مثلا موجودين في المحكمه، بعد قد ايه؟ لا مش بعد قد ايه، في حاجات انا يعني مش بس بتكون في الاسره، لما بيكون في خلافات كبيره. احنا بنتكلم جوه البيت، مشاكل اللي جوه البيت اللي احنا بنتكلم فيها، اطفال قدام الاولاد، بص بابا عمل النهارده ايه، بابا ما جابش النهارده اللي انا طلبته منه، حصل مشاكل، تفاصيل جوه البيت. ما بنتكلمش على بعد الطلاق، مشاكلنا اللي جوه البيت النهارده. لا، احنا مفترض هنتطلق اصلا يبقى في عقد اتفاق، لو الزوج والزوج اشخاص اسوياء اصلا، او نشأوا في بيئه او بيت اسوياء. ده اللي احنا اتربينا عليه وتعودنا عليه، يعني مفيش مشكله بين الاب والزوج، بين زوج وزوجه، تتحل غير بينهم، مفيش اهل بيتدخلوا، مفيش اي تفاصيل، ما بنعرفش حتى مشاكلهم دي عباره عن ايه. فده بالنسبه لي بيطلع طفل سوي بيقدر انه يحل مشاكله فيما بعد، او يقدر الطفل ده لحد سن ال 15 انا بشاركه انشطته، تعليمه، الهوايه اللي بيحبها، بفضل اديله نصايح، او بص، او بديله كومنتات على التلفزيون او المسلسلات اللي شغاله. لا، ما هو الاب هنا غلطان في كذا، بص بابا بيعمل ايه، ما هو عشان كده بابا موعدنا كويس، وبابا بابا ماما كذلك كويسه وشايله البيت وده وده. لا يعني تمام، انا مع حضرتك، او ناخد الاولاد نخليهم في مشاكل هم لسه سنهم صغير. لا تمام حضرتك، هم اصلا لو اسوياء يعني مش هيكون في خلافات ما بينهم، حتى الخلافات ممكن ما توصلش للطلاق، لكن احنا بنتكلم في مشاكل ممكن تحصل. خلافات الازواج ملهاش علاقه بان هم اسوياء ولا لا، انا ممكن ابقى سويه وجوزي سوي، لكن احنا مش على وفاق، ما فيش بينا الكيمستري، مش متفقين في مواضيع معينه. خلينا عايزه اروح لنقطه ثانيه، نقطه ما بعد الطلاق. خلينا نبتدي من كريم، شايف ما بعد الطلاق ايه اللي المفروض يتعمل مع الاولاد؟ المفترض انه يتعمل، الاولاد ما يعرفوش اصلا لمرحله معينه ان في انفصال تام. عقد اتفاق بيتكتب بين زوج وزوجه، تفاصيله كلها، اشوف ولادي ازاي، ياخدهم عندي قد ايه، ليكي مصاريف كام، يكفي بيتي كام، واولادي كام، وعقد اتفاق، ويتم انفصال بدون معرفه الاولاد اصلا. الاب موجود، بيته موجود، بابا هياخدهم النهارده، بابا مسافر. انا حالات كتيره جدا شهريا بيجي لي حاله واتنين نفس الوضع، لان هم على وفاق تمام، احنا اختلفنا، كنا مرتبطين ببعض وعن حب وواخدين بعض كويس جدا، بس اختلفنا، فعايزين الطفل ده ما يحسش باي مشكله. وطفل واتنين وثلاثه عنده، يعني ناس عدوا المرحله دي، وناس لسه متجوزين بقى لهم سنتين ثلاثه بس خلاص. احنا اختلفنا النهارده، ما ينفعش ان احنا ندخل الطفل اللي احنا جبناه حياه جديده في مشاكل، بابا وانفصل وبابا حصل وبابا حصل. بالعكس، ده بيحاولوا انهم يروحوا المدرسه مع بعض عشان ما يحسسوش الطفل ان في انفصال تام. هقول لك ليه يا كريم ده، لان لما بندخل الاطفال بتسوقي صوره طرف من الطرفين، حد بيبص صورته، هسوق صوره الاب، او الاب هيسوق صوره الام، فليه؟ ما انا بنحاز وهنحاز، وبعد كده هيعمل ايه؟ تطاول من الطفل ده على الاب او على الام. خلينا نروح، انا هاخد رايك دلوقتي صابرين، بس خلينا نروح نشوف راي الناس على السوشيال ميديا. في النسمه الحمزاوي بتقول صح جدا، الولاد ما لهمش اي ذنب في اختيارات الاب والام، ضد جدا، الولاد ما لهمش اي ذنب في اختيارات الاب والام، وما لهمش ذنب ان طفولتهم تبقى كلها مآسي واحزان. والسن الصغير ده بيبقى سن تكوين شخصيه الطفل، فما ينفعش في سن تكوينه ندخله بمشاكل وخلافات هتاثر عليه نفسيا. اوكي، في مازن بيقول مع طبعا، لان عندهم افكار وحيويه. ده رايي مع. في
ده رأي تاني. ده يامن بيقول يامن. مع مشاركة الأبناء طبعا لنمو علشان ينمو على تحمل المسؤولية. في معنى ده. ميار عادل ضد يا هند، ولازم الأب والأم يكونوا أسوياء نفسيا. صابرين، تعليقك على كلامنا ما بعد الطلاق، وتعليق كمان عن كلام الناس على السوشيال ميديا. طيب اوكي، انا لما كنت بتكلم في الموضوع ده الاستاذ كريم قال لا، احنا بنتكلم على داخل البيت، مش في الطلاق، مش ما بعد الطلاق. انا شايفه ان المشاكل كلها عموما سواء قبل الطلاق او بعد الطلاق لازم الاطفال يكونوا على وعي بيها. انا مش هدخل، انا مش هجيب ابني اشهده على بابا، او هجيب ابني اشهده عليا، او يعني انا مش هدخله بالشكل ده، لكن انا هشاركه، هعرفه ان انا وبابا عندنا مشاكل، او مثلا وصلنا للطلاق، انا وبابا يعني احنا بنحب بعض وبنحترم بعض، بس احنا مش عارفين نعيش في بيت واحد، فهو هيبقى في بيت وانا هبقى في بيت، وده بابا تحترمه ودي ماما تحترمها، لكن يكونوا عارفين. لكن ان انا الطفل يتصدم، الاطفال اذكياء جدا، اي مشكله هيحسوا بيها، واي مشكله هم اصلا جزء منها، هم مش منفصلين عن البيت او منفصلين عن الزوجين. احنا انا للأسف الشديد الفقرة خلصت، بس أنا عايزة أقعد معاكم بعد الحلقة. لا أنا لازم أقعد مع صابرين. هو هنقعد مع بعض أكيد. في النهاية هو في اللي معه، في اللي ضد، الصح فين؟ في الآخر بنرجع للخبراء النفسيين أو خبراء العلاقات الأسرية يقولوا يساعدونا أكتر. أنا بشكركم شكرا جزيلا، شكرا كريم وصابرين، نورتونا في الحريفة. البيت الصح أو البيت السوي والصحي مش البيت اللي فيه مشاكل وخلافات، البيت اللي أهله يقدروا يتعاملوا مع الخلافات والأزمات دي بشكل صحيح، خصوصا لو بينا أولاد. ودي كانت الآراء، بس في النهاية أنتم أصحاب القرار. خلصت فقرتنا، تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل حلقتنا.